بسم الله الرحمن الرحيم. اتكلمت مع حضراتكم كتير في ملفات مهمة جدا بالنسبة لقطاع الثروة الحيوانية، وكنت بركز على نشر الوعي، يعني يكون في إعلام بيوصل معلومة إرشادية للمزارع. أنا يهمني جدا إن المربي يبقى عنده إقبال من نفسه على إن هو يتابع عمليات التحصين ويستفيد من هذه الخدمات المقدمة من الدولة. من خلال لقاءاتنا على شاشة مصر الزراعية مع علمائنا، كنا دايما بنتكلم على أساليب التغذية الحديثة وإزاي إن إحنا ممكن نستفيد من المخلفات الحقلية، وإن إحنا ببعض المعاملات البسيطة نقدر نصنع منها عدائق متزنة تعمل معايا أو توفر للمزارع مردود كويس جدا، إذا كان هو بيربي حيوانات إنتاج الألبان أو من أجل التسمين. الحمد لله في السنوات الأخيرة ابتدينا نشوف مردود لمجهود قامت به شاشة قناة مصر الزراعية على مدار سنوات، وابتدينا نشوف أن الوعي بيزيد يوم بعد يوم عند المربي. في ملف مهم برضو لازم أن احنا نبتدي نفعل هذه الخدمة، ملف التحسين الوراثي. بمعنى إيه؟ أنا عندي سلالات فعلا ممتازة بتديني إنتاج جيد من اللحوم، عندي سلالات جودة الألبان بتاعتها لا تقارن لأن هي أفضل بكثير، ولكن إنتاجيتها مع مرور السنين ابتدت تقل لأن مفيش تدخل علمي في عمليات التناسليات أو الخلفات أو الولدات. الأمر متروك عشوائي على طبيعته. لكن لو جينا نتابع الملف ده من الزاوية العلمية هنلاقي ان احنا عندنا تطور كبير جدا في مجال التلقيح الصناعي، وان احنا النهاردة نقدر نحسن من الصفات الوراثية للسلالات بتاعتنا او ان احنا نزود من انتاجيتها، وان التلقيح الصناعي على دور كبير جدا في انتاج سلالات او خلفات ليها مواصفات قياسية تقدر ان هي ترفع من معدل انتاج الالبان او تزود في تحويل اللحوم. لان انت كده كده كمربي انت بتشتغل وبتصرف وبتتابع حيواناتك، وبالتالي لازم يكون في مردود. الهيئة العامة للخدمات البيطرية ووزارة الزراعة قاموا بخطوة مهمة جدا، وهي خطوة مشروع التحسين الوراثي على مستوى الجمهورية، وموجود على فكرة في كل الوحدات البيطرية، واللي مش موجود عنده في الوحدة البيطرية يتواصل مع مديرية الطب البيطري التابع ليها ويقول لهم انا عايز الخدمة دي وعايزكم تيجوا تتابعوا عندي. وفي الخط الساخن للهيئة العامة للخدمات البيطرية اللي هو 19561، لأن احنا عندنا سلالات في مصر محتاجة فعلا هذا الوعي، هي بتناسب البيئة المصرية، بتتحمل وعندها مقاومة للأمراض عالية، بتتحمل في فصل الصيف وفي فصل الشتاء في انخفاض الحرارة، وليها يعني مزايا عديدة بالنسبة للمربي واستخداماتها في الحقل. النهاردة لازم ان احنا نطور من انتاجها، ده مش هيتم إلا لما يتدخل العلم. فأنا بناشد كل المربين زي ما اشتغلنا مع بعض في الفترة السابقة، ولسه طبعا احنا بنتابع في هذه الأيام حملات التحصين المستمرة عملها على مستوى الجمهورية ونجحنا في هذا الملف، عايزين نتابع كلنا التحسين الوراثي التلقيح الصناعي، نشتغل معاه ازاي مع الطبيب البيطري، نتابعه امتى. أنا بدوري هبتدي اتابع مع مديري مديريات الطب البيطري على مستوى الجمهورية، وحضراتكم اللي محتاج الخدمة وبعيدة عنه أو مش عارف يوصلها ياريت يتواصل معنا عشان احنا نكلم المسؤولين ونقدر ان احنا نشوف مردود على أرض الواقع، يبقى في حصل حاجة جديدة. فده دي دعوة مني من برنامج الزراعي مباشر ان احنا لازم نبتدي نقوم بحملة لرفع انتاجية الحيوانات المصرية. الحملة دي هتكون بخلال ان احنا بنتواصل مع مديريات الطب البيطري ومع حضراتكم ونشتغل على ملف التلقيح الصناعي علشان نقدر نرفع من انتاجية حيوانات. برحب بحضراتكم في حلقة جديدة من الزراعي مباشر. برحب بحضراتكم مرة أخرى في الزراعي مباشر. أنا معايا على الهاتف الدكتور السيد رضوان وكيل معهد بحوث التناسليات الحيوانية. برحب بحضرتك يا دكتور. أهلا وسهلا بحضرتك دكتور. حضرتك طبعا مهم جدا أن احنا نرفع من كفاءة إنتاجية الحيوانات أو الثروة الحيوانية في مصر. لو حابين نتكلم على دور معهد بحوث التناسليات في هذه الجزئية، وهو ده الدور الأساسي تقريبا.
حضرتك المعهد بتاعنا اهم الواجبات المنوط بيها هو حاجتين اتنين، هو مقاومة ومنع انتشار الأمراض التناسلية في قطعان المشية على مستوى جمهورية مصر العربية. الحتة الثانية اللي هي إجراء تجارب لتحسين التحسين الوراثي على السلالات المحلية. فمن خلال النقطة الأولانية احنا عندنا المعهد بتاعنا متخصص في 6 أقسام وثلاث وحدات. ال6 أقسام دول كل قسم متخصص في برانش معين من العلوم، بتهدف في الآخر إلى مقاومة الأمراض التناسلية سواء كان أصلها فيروسية أو بكتيرية أو سواء معدية أو غير معدية. الحتة الثانية إن بنعمل وصف تحديد المشاكل من خلال أحدث الأجهزة الدقيقة باستعمال الفحص بالسونار والأشعة التشخيصية عشان نشوف الأمراض التناسلية، لأن الأمراض التناسلية بيبقى فيها شق سببه ميكروبي ونوع ثاني سببه خلل في وظائف الجهاز التناسلي للإناث. أيوة. الخلل في الجهاز في وظائف الجهاز التناسلي للإناث بيبقى ليه أسباب متعددة، من ضمنها خلل في مستوى الهرمونات المسؤول عن تنظيم الدورة، بيبقى من ضمنها أسباب متعلقة بالعيوب الخلقية اللي بتبقى موجودة في الجهاز التناسلي سواء في عيوب في بطانة الرحم أو سواء عيوب في المبايض للإناث. الحتة التالتة ان ممكن يكون استعمال التلقيح الطبيعي لطلايق مصابة بأمراض معدية تناسلية، ودي بتبقى هي دي السبب الرئيسي لنشر الأمراض التناسلية لدى الصغار المربين. تمام. ليه؟ لان بيبقى المشكلة ان المربي بيبقى بيربي عنده الإناث ومعهم طلوقة ذكر، وهو يعني ما بيعملش الإجراءات الفحص الدورية على الطلوقة دي، فممكن الطلوقة يبقى مصاب بمرض معدي زي مرض البروسيلا أو مرض الليبتوسبايرا أو أمراض أخرى اللي هي بتنتقل عن طريق السائل المنوي إلى الإناث، فيعمل انتشار للعدوى للقطيع الإناث لدى في مكان في القطيع نفسه. للقطيع نفسه، وللأسف بقى الشديد كمان الانتشار اللي طبعا البيع في الأسواق للقطعان الحيوانات دي بطريقة عشوائية، ممكن تتباع حيوان فيه عدوى تناسلية وينتقل من مكان اللي كانت عدى فيه أو اللي كان تسبب في العدوى فيه إلى مكان آخر، فبيعمل نشر للعدوى على مستوى أماكن متعددة. طبعا دي من مشاكل اللي هو التلقيح الطبيعي. عشان كده احنا المعهد بتاعنا من ساعه ما انشئ واحنا ماشيين بسيستم اللي هو نشر الوعي لدى صغار المربين وباستعمال السائل المنوي المجمد ذو الصفات الوراثيه العاليه اللي احنا يعني نفسنا انها تنتشر في قطاعات. طيب حضرتك ذكرت لي برضو يعني قلت لي احنا عندنا دورين، ان انا عدم انتشار الامراض التناسليه واجراء تمام. تجارب التحسين الوراثي. اجراء تمام. تجارب التحسين الوراثي دي مهمه قوي. احنا أيوة. تجاربنا اشتغلنا بيها على ايه؟ على السلالات. بص حضرتك احنا عندنا حاليا دلوقتي المعهد بتاعنا بننتج سائل منوي من خلال قصيبات لسائل منوي منتج من طلايق متميزة من سلالات الهولشتاين والبراون سويس. والطلايق دي بيبقى ليها الأوفيس برينجا والأجنة بتاعتها بتبقى أجنة متميزة وواخدة صفات مشتركة ما بين اللي هي الطلوقة الأصل اللي هو الجاي منه السيمن والخلط مع الإناث اللي هي بتخصب بيتم الإخصاب من خلالها. طيب دي واحدة عشان أقدر أستوعب، لأن أنا برضو عايز أفهم. أنا دلوقتي حضرتك بتقول لي بنتج قصيبات هولشتاين وبراونز، تمام؟ دي عشان ألقح بيها جاموس مصر؟ بالظبط كده حضرتك. احنا بنلقح بيها أبقار،
بالنسبة للجاموس ما ينفعش ان انت تلقح بقى قصيبات سلمان وباكر. لا لا انا عايز اوصل له بقى، انا عارف يعني انا عايز اوصل الهولشتاين والبراونز. هلق يبقى في سلالات خاصة بالجاموس زي الجاموس الايطالي. احنا عملنا برضه تجربة عندنا في المعهد ونجحت، ان احنا جبنا سائل منوي مجمد من طلايق جاموس ايطالي وخصبنا بيها الناس جاموس عندنا في المعهد، وطلعت انتاج متميز جدا. لان ميزه الانتاج الجاموس الايطالي انه بيبقى عالي في انتاج اللبن عن الجاموس المصري بمراحل. ده جزء من التجربه. يعني انا جبت السائل المنوي بتاع الجاموس الايطالي ولقحت بيه الجاموس المصري، فده جزء الاول من التجربه. هل تم متابعه النتاج او الخلفات الناتجه عن ده ومواصفاتها والكام جيل قدرنا ان احنا نتابع، ولا المفروض ان انا في كل مره بلقح وابتعد تماما عن التلقيح الطبيعي؟ تمام حضرتك، الموضوع ده بيحتاج سنوات، ما يعني ما التجربه دي ايوه من عارف سنوات عشان تصل لكم انتاج من جيل سلالات جديده واخده الصفات الوراثيه المتميزه اللي بقول حضرتك عليها دي. يعني مرحله ان انت عشان توصل لنقاوه السلاله دي تحتاج مش اقل من 10 15 سنه عشان بيعمل تزاوج دايما في يعني الاوفيس بيدنج اللي هيطلع دوت من التجربه الاولانيه بيبقى ما هواش طالع يعني السلاله بيور، لا بيبقى خليط. لا يمكن يبقى بيور لان انا ده جاموس ايطالي وجاموس مصري فمش هتبقى عمرها بيور. بس انا بتكلم على ايه؟ الخلفات الناتجه من خلال عمليه التلقيح الصناعي، هل انتاجيه الالبان بتاعتها بتبقى مرتفعه وايه المميزات وفرقت من كام كيلو لكام كيلو مثلا؟ ما انا بقول لحضرتك هي هي التحسن في الانتاجيه بيبقى متدرج. أيوة. يعني مثلا لو هي البقره العاديه الجاموسه العاديه دي بتجيب 7 كيلو لبن في اليوم، ممكن الاوفيس برينج بتاعها او الولده الجديده دي ممكن تطلع 15 السنه. تمام. الجيل اللي بعديها يعمل 20 وهكذا. بس انا بقول لحضرتك كل ده بيتوقف على نقاوه الاوفيس برينج اللي هيطلع دوت. طيب فعشان كده تجارب اللي هي التحسين الوراثي من للاسف ان التجارب اللي هي بتحتاج سنوات عشان تؤتي ثمارها مش من اول. هو احنا التلقيح الصناعي بالسائل المنوي للجاموس الايطالي دخل مصر بقاله 10 سنين تقريبا. طبعا بس بقاله فتره موجود في مصر، ما هوش جديد. على تعميم التجربه على مستوى الجمهوريه، ما انت ما تحكمش على مزرعه واحد. في مزارع على فكره خاصه عملت الموضوع ده، ومن خلال المعهد بحوث التناسليات كنا برضه بنجمد لهم السائل المنوي للجاموس الايطالي وندي لهم السائل دوت. أيوة. فعلا انتم بتقوموا بالدور ده صح. المزارع. طب انا عايز اسال عن الدورات التدريبيه اللي حضراتكم بتوفروها عباره عن ايوه إيه؟ بص حضرتك احنا عندنا في دورات تدريبيه بنعملها، دورات تدريبيه متخصصه في مجالات بحوث التناسليات. أيوة. بتشمل حاجات كتيره جدا زي ما بقول لحضرتك بالنسبه للموضوع بتاع الامراض التناسليه اللي هو تشخيص تطبيق احدث تكنولوجيا الحديثه في تشخيص المسببات الميكروبيه للامراض التناسليه. الحته الثانيه اللي هي تطبيق المعايير استخدام الاجهزه الحديثه زي الكشف الاشعه التشخيصيه والموجات الصوتيه لتشخيص الخلل التناسلي في الافكار. احنا بنرفع الوعي البيطري للطبيب البيطري المتخرج جديد اللي هو بيبقى يعني ما اشتغلش في الفيلد قبل كده، فلما بيجي عندنا بياخد دورات تخصصيه بناء على طلبه. يعني مثلا في دورات بتبقى مطلوب ياخد دوره في السونار وازاي يستخدم جهاز السونار ويشخص بيه الامراض التناسليه التخلفات التناسليه المختلفه دي، وبيطلع عندنا ناس كوادر من الدورات التدريبيه دي. الحمد لله المعهد بتاعنا اصبح من المعاهد المتميزه جدا في الدورات التدريبيه اللي هي المتخصصه، واللي هي بتشمل مشاكل برضو النقص الغذائي وتشمل مقاومة الأمراض التناسلية زي ما قلت حضرتك، وتشمل الطرق العلاجية اللي هي المختلفة
لجميع المشاكل التناسليه. ولما بقول مشاكل تناسليه ما اقصدش بيها امراض فقط، بيبقى في زي ما بقول لحضرتك في خلل هرموني بيبقى موجود في بعض الحالات، في عيوب خلقيه، في كذا في كذا. فدي كل المحاصره دي يعني بنطلع الدكتور المتدرب عندنا بيبقى جاهز للشغل في الحقل، بيبقى بكفاءه ما شافهاش في الكليات خالص. لا هو ده كده بيشتغل عملي بقى، بينزل يحتك. ده كده شغل عملي فعلا، شغل تطبيقي. يعني ان شاء الله بالتوفيق دائما. بشكر حضرتك، بشكر حضرتك الدكتور السيد رضوان وكيل معهد بحوث التناسليات الحيوانيه، شكرا جزيلا. يعني ده جانب مهم جدا لازم المزارع ينتبه اليه او المربي. التلقيح الطبيعي مش هيزود لك الانتاجيه، وهتفضل شغال بنمط عادي، ممكن كمان تقل الانتاجيه عندك، هتحصل عندك مشاكل في القطيع وارد جدا. هتقول لي طب ما انا طول عمري كنت شغال كده وزمان كانوا شغالين كده، هقول لحضرتك احنا دلوقتي العلم تطور، الطلب او الزياده بقت ملحه ان انا ازود من انتاجي، بقى في ضروره ملحه ان انا ازود من انتاجي في انتاج الالبان او اللحوم، عندي زياده سكانيه وعندي تحديات كتيره جدا، عندي تنافس شديد ما بين المحاصيل الاستراتيجيه ومحاصيل الاعلاف، هزرع ايه؟ هزرع اعلاف ولا هزرع اقماح او هزرع خضروات؟ ايهما له الاولويه؟ فالنهارده بما انك مربي ومسؤول عن ثروه حيوانيه فلازم تزود الانتاج من نفس عدد القطيع اللي موجود، انت كده كده بتصرف، كده كده بتكلف وبتشتغل وبتتعب. يبقى من حقك بنفس التكلفه دي او اقل كمان، لان النهارده لما يكون انا عندي حيوان مواصفاته الانتاجيه مرتفعه دي هتوفر عليا مجهود كبير جدا. انا كتير من المربيين بيكلموني يتكلم على مشاكل في التغذيه، يتكلم على انا باكل كتير ومفيش مردود، التحويل غير مرضي، انتاج الالبان ضعيف، يجي يقول لك الولدات فيها مشكله، القطيع عندي مفيهوش ولدات او مفيهوش خلفات. ما هي دي كلها لان احنا سايبين القطيع بدون اي تدخل علمي، بدون اي مباشره. لازم يكون لينا دور واحنا موجودين. هو ده اللي انا اتعلمته من خلال لقائي مع حضراتكم كمزارعين، لما بنزل بلاقي الراجل يا اما في ارضه يا اما موجود في الحظيره بتاعته بيتابع شغله. النهارده احنا عندنا علم عاوزين نطبقه، وانا مع حضراتكم علشان نشتغل في هذه الجزئيه. استاذ محمد من الشرقيه اتفضل معانا. مين من الشرقيه؟ السلام عليكم. سلام ورحمه الله وبركاته. انا في مركز فبوس من الشرقيه. اهلا ناس، احسن ناس، اهلا بيك. ربنا يبارك فيك يا حبيبي. انا عندي مشكله بتاعت يا دكتور والنبي. اتفضل. في مسجى واحد جاري راكب من المسجى بتاعي علشان يعمل ارضه سكن ويبوظ زرع عندي. يعني. جارك بنى سور؟ على المروه. على المروه من قد ايه؟ من اربع شهور بالظبط، وانا عامل في الري والنبي في بناشد وزير الري وزير الزراعه يعني كده جنب من اربع طبعاً. شهور يعني الموضوع ما بقالوش سنين. وبعدين بعد ما القانون اتعدى على الارض الزراعيه او على المراوي او على اي مصدر ري تم تطويره او تم تشريعات جديده اشد قوه وصرامه وهو برضو اصر على التعدي، حد من الجهات المسؤوله عندك عمل محضر، حرر له محضر؟ ما فيش محاضر، عملت محاضر، ما فيش إله 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 جرايب زي انا سايبه يظبط شرطه يا باشا وبيشيلوا. لا بص، ما فيش حاجه اسمها وساطه، انا بسالك سؤال ما تجيبتوليش قرايبه ولا غيره. في حد حرق؟ انت لما رحت بنفسك تعمل محضر استجابوا ليك وعملوا لك محضر؟ عملت محضر في الري لحد ما زال لحد الوقت ما فيش اي تمكين. انا لو سمحت اسئلتي كلها دقيقه عشان لو انت ليك حق اساعدك اجيبهولك ان شاء الله. ما تدخلنيش في ملفات تانية. عملت محضر ومعاك رقمه؟ معايا رقم المحضر. فين عملته؟ فين؟ في قسم الشرطه ولا فين عامله؟ في قسم الشرطه. في قسم الشرطه. نزلت معاينه؟ شافت الموضوع ده؟ نزلت معاينه زراعيه. نزلت معاينه؟ ايوه. طيب يبقى انا اتعمل عندي محضر ونزل معاينه، والمعاينه مرفقه بالمحضر دلوقتي. بالمحضر. يبقى ازاي بقى في وسايط وازاي ما حدش يتحرك؟ ما انت دلوقتي اهم جزئيتين عندك حصلوا. والتنفيذ ما بيبقاش في يوم وليله، انا بقى لازم اتابع مع المجلس المحلي ومع وكيل وزاره الري ليه ما اتحركناش؟ الموضوع ما فيهوش واسطه، الموضوع بياخد وقت فعلا، لكان يجب ان مدير الجمعيه يتحرك من اول لحظه، بس للاسف مدير الجمعيه بدون واسطه، هو مش محتاج واسطه، هو عايز واسطه عشان تحركه مش عشان تقعده. انا عارف كويس جدا. فالموضوع ما فيهوش وساطه زي ما حضرتك ذكرت، في تعدي وانا برفض التعدي على الارض الزراعيه وعلى اي مصدر للري. هتابع الملف وابعت لي ادي للاعداد رقم المحضر هنتابعه معاك لغايه لما نشوف حقك فين.
ماشي يا باشا. تمام؟ ماشي يا باشا. انت فين في الشرقية بالظبط؟ من فاووس. فاووس. مركز فاووس. تقدر تروح بكرة المهندس علاء عفيفي؟ علاء عفيفي فين؟ ده وكيل وزارة الزراعة، بعيد عليك؟ أنا من شيخ معهد ديني، وإحنا حدنا يعني زيارات صعبة جدا. طيب، أنا أخليه هو اللي يتصل عليك. ربنا يبارك فيك يا سعادة الباشا، ربنا بشكرك. بشكر حضرتك يا حاج، ألف شكر. يعني دي مشكلة موجودة للأسف، يعني أنا برفض هذه المظاهر ليه؟ لأن أخلاقنا كمصريين وأخلاق الريف كمان الجميلة بترفض كل المظاهر دي. أنت النهاردة لما يكون عندك مصدر ري، ده مصدر الحياة للأرض دي وللنبات، النبات ده كائن حي وهتسأل عنه. أنت في الريف عارف يعني إيه زرع، بتقدره. لما بيجي لي فلاح يكلمني ويقول لي الزرع عطشان، هو بيشبهه بالكائن الحي بالإنسان. لما المشكلة تتحل يقول له متشكرين، اشكر لنا المسؤولين، الزرع بتاعي شرب، بيعامله كأنه وهو فعلا كائن حي. لكن لما نيجي نشوف ان احنا ابتدينا نتعدى ونبني ونردم، يا جماعة ما ينفعش، ده أكلنا اللي احنا بندمر فيه، ده اللي احنا بناكله أنا وانتم وحضراتكم كلكم. إذا ما كانش يبقى لينا وقفة مع نفسنا ونراجع احنا بنعمل ايه، احنا ده في منتهى الخطورة. القانون مش هينتظر كمان ان انت تراجع نفسك، هيبقى في منتهى الخطورة عليك، لأن العقوبة هتبقى قوية. وأنا بقول للسادة المزارعين، إحنا مش منتظرين إن إحنا يتطبق علينا قانون، إحنا عندنا عندنا تشريعات أخلاقية في الريف المصري جميلة جدا. أستاذ عمرو من الأنيوبية، اتفضل. أهلا بيك. أهلا بيك. بعد إذنك يا باشمهندس، إحنا عندنا مشكلة على البتاع المياه الزراعية. الجار بنى على المروه على المروه اللي هي بتاع الارض. جارك بنى على مروه، على المروه بتاعتك؟ اه اللي هي بتاعتك. تمام. وطبعا المكان اللي هو بنى عليه كان عنبر، وطبعا هو هده وعملوا بيت وبنى على الجهه الثانيه، يعني طبعا يعني طبعا هم المروه دي بقت ماشيه ما بين بيته الاثنين، ما بين بيته الاثنين عليها 200. تاني حاجة هو موقف كلاب ومساك كلاب، الكلب أجي أمشى اللي عشان يمنع إن أنا أمشى على الحتة دي على المية ودي. وبصراحة الوضع هناك ما يطاقش. أنت فين في القلوبية؟ أنا في بنها. في بنها. يعني هو عشان الصوت مش واضح بالنسبة لي، في المروة بتاعتك الجار بنى عليها عنبر في دواجن، وبعد كده رجع هده وبنى بيت، صح؟ اه. وبعد ما بنى البيت المروة خلاص ما بقتش موجودة. المروة هو بنى على المروة نفسها، طبعا الكلام ده بقى أكتر من 8 سنين، كنا احنا لسه برضه والدي كان متوفي واحنا ما كناش نفهم الوضع كويس رحمة الله عليه. كان لسه ما نفهمش. السؤال بس اللي هنا اللي أنا عايز أعرفه، المروة دي اتردمت خلاص ما بقتش موجودة. هي موجودة بس باين عليها، ماشية تحت باين عليها فوق. المية بتخرج منها؟ في مية بتخرج منها اه. أمال إيه المشكلة؟ يبقى هو عمل، يبقى هو حاطط يعني هو عملها غطاها انما هي شغاله. هو غطاها بس هو يعني طبعا دي كنا نشعر لما ما تتحرك كده شويه بالتليفون. نعم اتحرك بالتليفون لان صوتك مش واضح. ماشي. هو غطى المروه وبنى اه والميه شغاله. المياه شغاله بس احنا ما بنقدرش ننزل الارض، لاننا مثلا كل حاجه محملين بايسين عاملين حاجه ما بنعرفش ننزل الارض ونطلع منها. ليه بقى؟ لان هو باين على المياه دي ما فيش كلام غلط سيبها للحيوانات تمشي وكلام من دي قطعت. مربي كلاب هناك علشان ما حدش ينزل؟ الكلاب وهو اصلا البونه بتاعه دي ما بقاش ان انا مثلا اكون محمل شغل بايسين ان انا اطلع بيه او انزل بيه. طيب انا هتابع مع وكيل وزاره الزراعه وهخليه يكلمك عشان تتواصل معاه وهعرف ايه اللي تم من خلال المعين. تمام؟ خلاص ماشي يا باشمهندس. صوتك مش واضح. بشكرك يا استاذ عمرو من القلوبيه، يعني حتى تعدى على المروه ولا حاطط لهم كلاب، يعني دي تاني مداخله على طول. لا المداخله الاولانيه الشرقيه ده القلوبيه، عشان كده انا بقول احنا المفروض نلتزم بتشريعاتنا الاخلاقيه في الريف المصري، والا هنكون محتاجين يعني هنطبق القانون. يعني يا جماعه ما ينفعش ان انا اقول الكلام ده للمزارع، ما ينفعش اكلمه على قانون وان هي جريمه وانت تبقى معرض للحبس وفي غرامة. ده راجل فلاح، ده المهنة مهنة شريفة.
احنا من نفسنا لازم نحافظ على مظهرنا. تاني مداخلة على طول بيقول لك لا ده انا نفس الوضع عندي وبنى عنبر دواجن وعنبر الدواجن اتهد وحوله بعد كده البيت وحطيت لنا كلاب اصل انا ما بعرفش ادخل اصل الارض مش اللي يعني مش مهما كانت الظروف اللي نلحق نتعدى عليه في غفلة من القانون نجري بسرعة. في عندنا موضوع مهم جدا وهو خاص بالدواجن. الزراعة بتعلن حققنا او ده تقرير للثروة الحيوانية والدجنة في وزارة الزراعة ان العام الحالي شهد الوصول بصناعة الدواجن الى الاكتفاء الذاتي وفي تصدير لبعض المنتجات الداجنة وتم فتح افاق للاستثمار الداجني والحيواني لمشروعات كبرى متكاملة في الظهير الصحراوي بعيدا عن الوادي والدلتا وفي مناطق معزولة تساعدنا على زيادة الانتاج والتصدير. واوضح تقرير رسمي لقطاع الثروة الحيوانية والداجنة ان العام الحالي فعلا شهد توقيع بروتوكول ثلاثي لتوفير الخدمات اللوجستية والفنية والتمويلية وتأهيل صغار مربي الدواجن ورفع كفاءة عنابرهم بتحويلها من نظام التربية المفتوح إلى النظام المغلق لزيادة الإنتاج وتقليل التكاليف ومعظمة العائد. هرجع للخبر ده تاني بس الأول معايا الحاج قطب من كفر الشيخ اتفضل. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا استاذ سامح يا منورنا؟ الحمد لله. ده الحمد لله انا بنور بحضرتك. والله العظيم انت منور الدنيا كلها اقسم بالله. ربنا يكرمك يا حاج قطب الف شكر. بشكر حضرتك والله وانا راكب الحفار دلوقتي ومخلصين المصرف ومروحين. يعني مش عارف اشكر حضرتك واشكر قناة مصر الزراعية ازاي والله يعني ازاي مش عارف لان كان في تعمد شديد جدا لعدم تطهير المصرف ده السنة دي. لا صدقني يعني هو انا مش عارف يعني تليفونك الشخصي كنا نكلمك الساعة اتنين بالظهر العصر في اي وقت كنت حضرتك ترد علينا اقسم بالله مدير الجمعية نفس المكان بيرد علينا وانت كنت بترد علينا انت والدكتور حامد عبد الدقي فانا بشكر حضرتك وبوجه العفو بس هقول لك على حاجة مش انا اللي اشتغلت اللي اشتغل زملائي في الاعداد ووكيل وزارة الري اللي حصل ايه بس حاجة انت كنت شايف الحفار شغال في المصرف اللي قدامكم انت مصرف بتاعكم اسمه بولولو قلت لي ده هو مصرفنا اللي مسدود والمصرف التاني كويس وكان المفروض يجوا لنا الاول قلت لك هم هيخلصوا وهيشتغلوا عندك الناس ماشيه معاها جدول ومعاها خطه شغاله عليها ما تقلقش وفعلا انا لما كلمناهم قالوا كده فانا سعيد ان انت بتكلمني بتقول لي انا بتكلمني وانت كنت راكب معاهم الحفار عارف معنى الكلمه دي ايه علينا الحفار والله ان انت كنت واقف على ايديهم لا ما سبتوش يوم والله والحفار جبته كنت وقفته قدام البيت اهوت بعد ما خلصنا بس احنا لنا حاجه رجاء بس في الجامعه يا فندم يعني ايه واحد بنى مثلا اوضه على المصرف ايوه الحفار ما بيعرفش يعدي منه بيعدي بجنبه كده وياخد يعني ايه ممكن يطهر ورا الاوضه ممكن ما يطهرش ممكن ما يعرفش يعدي يلف من الناحيه الثانيه ويسيب ورا الايه الغرفه اللي اتبنت ديت او الحوش بتاع المواشي اللي اتبنى ده اتبنى على المصرف ده المفروض الجمعيه هي من غير احنا ما نشتكوا الجمعيه هي اللي تزيله صح خلي الحفار يديله كتف ما لو اداله كتف صاحب الحفار هيموت ده اللي انا بتكلم عليه يعني انا بقول احنا ازاي طبعا الكلام اللي بقوله ده اوعى تنفذه لا انا عارف انا تعدي القانون ده احنا شغالين بالقانون اه ما ينفعش يا جماعه ان احنا كل واحد شاف مكان ده عاجبه يروح باني عليه كام طوبه ويقول لك انا هقعد هنا او ان انا هخزن حاجات هنا اهو شوف حتى الحفار عشان يعدي عشان يطهر عشان ما توصل للناس كلها بيقول لك في اماكن انا مش بعرفش اوصل لها مش عارف اشتغل فيه فالمشكله دي يعني احنا كلنا لازم نقف وقفه زي نتعلم من الحاج قطب ما بيسكتش وراجل بتاع شغل وشايف مصلحه بلده انت انا بحييك فعلا يا حاج قطب والله والله 22 يوم ورا الحفار بس الحمد لله السنه دي السواق عندنا كان اسمه سامح قلت له والله العظيم كل ما هو اسمه سامح راجل شريف ووطني ويحب الوطن ربنا يجعلني عند حسن ظنك هي والله العظيم انت فين دلوقتي بقى انا مروح بالحفار يعني انت البيت عندي يعني انت مش شايف التلفزيون دلوقتي لا والله ما شفتش التلفزيون بس انا اتصلت بالاهل قالوا لي البرنامج شغال ربنا يبارك لك فيهم ربنا يبارك لك يا استاذ سامح يا رب بشكرك يا حاج قطب الف شكر يا العفو حاج قطب من كفر الشيخ مصرف ابو لولو انا حفظت الاسم يعني اهو من يعني المصرف ده كان عايز تطهير قال لي بس في حتت الحفار ما بيعرفش يعدي عليها عشان في ناس بتبقى باينه بانيه اوضه على المصرف في ثالث مداخله يعني ثالث مشكله ورا بعض
في بقى الخبر اللي انا كنت قريته قبل المداخله دي، الاكتفاء الذاتي او فتح اسواق جديده وافاق جديده للتصدير من الدواجن وعنابر مغلقه. الثروه الداجنه في مصر ثروه مهمه جدا، وهي صناعه قوميه قويه جدا ونجحت وناجحه، وان شاء الله هتستمر وهتنجح اكتر. بس لازم يكون عندنا فكر مستنير واحنا بنشتغل في هذا القطاع. انا بقصد بكلامي سادة المربيين، يعني ايه عنبر مغلق؟ يعني انت بتأمن نفسك وبتأمن قطيعك وبتقلل النفق عندك. النفق ده مين اللي بيدفع ثمنه؟ المستهلك. لان انت بتحسب دورة صرفت عليها، بتيجي حصل نفق، ودايما بيحصل في فترة ما هي قبل التسويق، يعني بعد ما تكون صرفت عليه، فبتقول والله لا انا كان عندي 5000، ال5000 دول صرفوا مثلا 30000 عليا زائد هامش ربح. ده لو انت كسبت، لان حضرتك برضو بترجع تكلمني وتقول لي انا ما ببيعش بسعر البورصة، انا ببيع سعر التنفيذ بالتليفون، بيكلمني السمسار بيقول لي هو ده اللي انا هنفذ بيه، عاوز ولا تستنى؟ وطبعا حضرتك لو استنيت هتصرف تاني وهتبتدي تشتري علف وهتأكل، فبتبيع وبتقول لا خدهم. طب انا النهاردة لو قللت النفق اللي عندي مش كده هقلل التكلفة؟ مش دي كلها من المصاريف اللي انت ما بتوصل لهاش؟ ما هو انت حتى ما بتوصل لهاش. ده جزء، ان انا يبقى عندي عنبر مغلق عشان الامان الحيوي الى ان ينفذ قانون 70، وان شاء الله هيتنفذ قريب. استاذ ابراهيم من الشرقيه ولا من الدقهليه؟ من سوهاج. منين يا حاج ابراهيم؟ سوهاج. اتفضل يا حاج ابراهيم. سوهاج. اهلا بيك. سلام عليكم استاذ سلام. السلام ورحمه الله وبركاته. عامل ايه؟ الحمد لله. حضرتك انا يعني دخلت المداخله دي عشان اتكلم عن المشكله اللي احنا بنعاني فيها، اللي هي مشكله رخص المواشي. مشكله رخص اسعار المواشي. ايوه ايوه تمام اتفضل. انا بشوف حضرتك الناس بتدخل وتعمل مداخلات مع حضرتك، وطبعا ما يعني ما فيش اجابه صحيحه على الـ على الـ على سبب الاسعار غلاء المواشي. ما فيش اجابه مقنعه. نعم ما فيش اجابه مقنعه. ما فيش اجابه مقنعه، لانه لا الحل اللي بتقوله انك انت بتشتري رخيص وتبيع رخيص، ده مش هو السبب الرئيسي لرخص المواشي. ايوه رخص المواشي يعني ليه كذا سبب، يعني ممكن ألخصها لك. أنا أتمنى لأن حضرتك مربي، فلما تتكلم عن الأسباب هتبقى أنت لمستها على أرض الواقع، هتكلمني عن حاجات حقيقية. اتفضل. ما أنا مربي من زمان يعني. إيه بقى الأسباب؟ السبب الأول والرئيسي طبعا سياسة الإغراق اللي تمت باستيراد الحيوانات بدون جمارك. أنا بسمعك وبكتب. بسمعك وبكتب. ده سبب من الأسباب برضو يعني. طيب السبب الثاني غلاء الاعلاف او مشتقات الانتاج بمعنى اصح اذا صح التعبير. تمام. فده ده السبب. السبب الثاني طبعا ده برضه في رخص العجال التسمين اللي هي مستويه وجاهزه للذبح. طبعا الجلد كان الجزار بيبيعه ب 1000 جنيه، دلوقتي ب 100 احيانا، وبيبيعه ب 100 جنيه او 80 جنيه. ده برضه ساعد في رخص عجل التسمين، يعني ده 1000 جنيه كان يبيعه الجلد ب 1000 جنيه. سبب من الاسباب يعني. طيب ده قلت لي على ثلاث اسباب صح؟ الاولاني اغراق من الدوله، والثالث اللي هو استيراد عجول جاهزه للذبيح الفوري. ده الاولاني والثالث، يعني دي حاجه واحده. طب لو انا قلت لك ان الدوله بقى لها 7 شهور دلوقتي ما حصلش استيراد. ما 7 شهور بعد ما عملت سياسه الاغراق حضرتك، يعني ما مخزن في المحاجر كتير. لا ما في مخزن في المحاجر كتير. ده اولا انت لما تيجي تتكلم عن اللحوم البلدي معروفه، واللحوم المستورده معروفه وليها سعر تاني ومختومه بختم تاني. انما اللي انا بشوفه ان انت بتقول لي الجزار بيبيع البلدي بكام النهارده؟ مش كل الجزارين، الجزارين في جزار بيبيع ب 100، في جزار بيبيع ب 90، في ب 80، يعني السوداني كانت ب 85 الحكومه رخصت. ماليش دعوه بالسوداني، انا بكلمك على البلدي اللي انت بتربيها وبتاكلها. ب 80 جنيه اناث، بتذبح اناث والاناث ده لعلمك. شفت بقى؟ شفت شفت القصه جايه منين؟ انت دلوقتي بتطلع لي اسباب اللي انا اتكلمت فيها اللي احنا مش واخدين بالنا منها. الموضوع مش اغراق، الموضوع ان انا ايدي بتتمدد دلوقتي على الاناث اللي انا كنت صعب جدا ان اذبحها، والاناث ذبحت والله والاناث سعرها ارخص. يعني خلي بالك يا حاج اسمعني، بسبب عدم الرقابه في الارياف والاماكن اللي ما بتروحش فيها. حاج ابراهيم اسمعني، هسالك اسئله يا حاج ابراهيم، انا مش هقفل معاك لان انا عايز استفيد منك. النهارده انت عندك في الحظيره بتاعتك 5 اناث، تمام؟ رحت تذبحهم، حد هيقول لك لا؟ اذبحيه يعني؟
الاناث لو انت عندك مثلا خمس اناث. ما هنا ايه السبب اللي هيخليني اذبحهم او افرط فيهم بقى؟ هم مش بتوعك، مش انت حر فيهم. انا بسالك اسئله، انا بسالك سؤال. اتفضل. المربي بيبص للحيوانات دي ان هي بتاعته ويقول لك انا حر فيها وانا معاك، ما هي بتاعتك، صح ولا لا؟ فلما بتيجي تذبحها تقول له والله يا اخي انا مزاجي كده، انا هذبحها النهارده. عمليه مزاج، مش حكايه مزاج يا استاذ سامح، الله يرضى عنك. اتفضل. حكايه انه بيفيض بيه من بسبب غلاء المستقبلات الاعلاف، يعني ده مش يعني هو بيتباع بابوه لو كان مربيها ليه. هو العلف سعره ارتفع من ده مشروع يا حاج ابراهيم، اسمعني بس. اتفضل. انا بتكلم معاك مش ان انا بقلل من فكرك او بكذبك، لا بالعكس، انا عارف ان انت كلامك سليم 100%. انا بناقشك عشان نوصل لحل، لان انت تايه وانا بدور على الحقيقه بصراحه. هو العلف سعره ارتفع امتى؟ مرتفع من حوالي سنه ونص، من ساعه تعويم الجنيه سنتين تقريبا. تمام. يعني الموضوع ما هوش جديد، وساعتها اللحمه كانت سعرها كويس وبتتباع وما اتكلمناش، وكان انت المربي كان بيكسب والجزار كان بيكسب والتاجر بيكسب اكتر في النص، ده اللي بيحصل. اللي حصل فعلا دلوقتي هو مش موضوع علف. ليه؟ العلف مهما كان سعره ادي بيتحسب من التكلفه، انا بصرف وبحط هامش ربح. الموضوع ان احنا دلوقتي عندنا ذبح اناث، وذبح الاناث سعره اقل كتير من الذكور. فانت النهارده لما بيجي ينزل المربي بالحيوانات بتاعته للسوق ما حدش بيشتري منه، يقول ما هو عمل لي ركود. ف هو ذبح الاناث بسبب ان ببص عليها دي تسوى كام؟ تسوى 10,000 جنيه، هقعد اوكل فيها سنه مثلا لقدام هبيعها بقد ايه؟ هبيعها ب 10,000 جنيه، يبقى انا خسرت السنه اكيد. ما هو الاناث بيربيها دول. الاناث بيربيها عشان انتاج اللبن وعشان الخلفات بتاعتها، ما بيربيهاش كان هي التجار ب 4 جنيه وب 5 جنيه، اي جاموسه او بقره بتاكل ب 50 جنيه ما بتجيبش 10 كيلو لبن في اليوم. ايوه ده اللي انا بقى عاوز اوصل له، ان هي بقت غير مجديه ليه. يعني هي المفروض ان هي موجوده عنده بياكلها ب 50 جنيه مثلا علشان تجيب له ب 100 جنيه لبن، فما بيحصلش، بياكلها ب 50 جنيه ما بتجيبلوش مليم، فبيقول لك طب انا قاعده عندي تعمل ايه؟ فحصل عمليه ذبح للناس في هذه الفتره. ان شاء الله قريب جدا انا هيبقى يكون معايا الدكتور حسين منصور رئيس جهاز سلامه الغذاء عشان اناقش معاه ملف الالبان وخطواتهم ايه لانقاذ هذه الصناعه. لا لازم يبقى لنا وقفه كمان بسبب عدم الرقابه. ذبح الاناث ده هو موجود في الارياف، في الدقات بتاعه الارياف، وده هتاثر على المدى البعيد. طبعا طبعا دي انا بسميها تاثير كبير، بسميها مذبحه الاناث، وهي مذبحه للثروه الحيوانيه، لازم يبقى ليها حد ولازم القانون يتم تفعيله. الموضوع ما بيتمش في المجازر فقط. في رقابه في المجازر، بس انت عندك في الارياف، انا بذبح عندي في البيت، انا بذبح دي حاجتي وبذبح في البيت وفي الزقاق مثلا في شوارع مثلا، بس بعيده عن الرقابه. طيب يعني بشكر حضرتك يا حاج ابراهيم، بشكرك. يعني مهما تكلمنا في هذا الملف هو موضوع رقابه، وهل الرقابه من الدوله فقط؟ لا، انا طبعا رقابه الدوله مهمه جدا وهي دي اللي انا متمسك بيها، وتنفيذ القانون وانا متمسك بيه جدا، بس دايما احنا كانسان كبني ادم كمواطن مصري النهارده انت بتتكلم على ثروة حيوانية، ودي ما بتنجحش او ما بيحصلش فيها تنمية في يوم وليلة، دي بتحصل على سنين طويلة. اللي احنا بنعمله دلوقتي ده ممكن يأثر علينا فعلا بالسلب، ممكن يسبب لنا مشكلة. انت علشان توصل للقطيع اللي موجود عندك اللي المفروض ان فيه نتاج وفيه تنمية، وبدل ما بتكلم على 5 مليون راس ان بحلم ان يبقى عندي 7 مثلا الموسم القادم مليون، انما مشكلة تقابلني فابتدي على طول اتعامل مع الاناث بالذبح، والفلاح معذور بصراحة النهارده هو بيصرف ومنتجه لازم يتسوق، فلما يبقى عنده مشكلة في التسويق بيدور على أي حل، هيأكلها أو يأكل ولاده. أستاذ أحمد من كفر الشيخ، اتفضل. أستاذ أحمد، أستاذ سامح، أهلا بحضرتك يا فندم. سعادة الباشا، أهلا بيك يا فندم. حضرتك موضوع الدواجن في مصر أدام هو ناجح، إحنا بنتكلم فيه اللي احنا عليه الدولة تدعمنا. بمعنى ايه بقى؟ بمعنى يا فندم ان البنوك ما بتدعمناش ولا معترفة بينا. البنوك ما بتدعمكش؟ لا ما بتدعمناش. انت عايز ايه الدعم من البنك؟ يعني انا راجل عندي عنبر دواجن. ومحتاج بدل ما اروح امضي لصاحب المصنع العلف، بروح اللي انا عايز البنك يديني بنسبة، او وعند عنبر مترخص اروح اقدم رخصة العنبر بتاعي واجيب كارد بفايده بسيطه
من سيادة الرئيس عاملها. طب انت رحت سألت في انهي بنك؟ سألت قال لك احنا ما بنمونوش الدواجن اطلاقا، مشروعات الدواجن. ليه حرف. انا مش عارف. طب ليه يعني ده ما هي ناجحه ومشروع ماشي؟ انا كمربي بنتج 3000 فرخ شهريا او 5000 فرخ. انا ما الدوله مش معترفه بيا ولا بصناعه الدواجن دي مش هخش لها ثاني. يعني ايه مش معترفه بيك؟ انت دلوقتي عندك عنبر فين؟ بيقول لك شوف مشروع ثاني واحنا هنمونه. انا مش بتكلم دلوقتي على التمويل، انت العنبر بتاع حضرتك مكانه فين؟ في كفر الشيخ يا فندم. في كفر الشيخ. انت العنبر بتاعك شكله ايه؟ احكي لي، مغلق ولا عنبر مفتوح والانتاجات؟ لا مش مغلق. لا هو مش مغلق. انا محتاج كارت عشان انا احدثه. اسمه ايه البنك اللي اسمه ايه البنك اللي حضرتك سالت فيه؟ البنك اللي انت سالت فيه اسمه ايه؟ بنك الاهلي المصري. بنك الاهلي المصري. حاضر. في مبادره في البنك الاهلي المصري للثروه الحيوانيه، رواد النيل. طيب والله ما سبت حاجه يا فندم. طيب اديني بقى فرصه ان شاء الله في الحلقه القادمه من الزراعيه مباشر، انا هتكلم فقط عن مشروعات تنميه الثروه الحيوانيه ودور الدوله، واوجهك تروح فين علشان تبتدي تستفيد. تكون شاكر يا فندم والله. اولا علشان انت العنبر بتاعك ده مفتوح، وعلشان تطوره هيسالوك على بعض الحاجات. انا كمربي صغير، انا ما بقولش انا مربي، كمربي صغير محتاج ان انا ابدا مشروع، ومحتاج ان انا يكون ليا ظهر. طيب انا بشكرك هكمل كلامي معاك من التلفزيون. عاوز يطور وعاوز ياخد قرض من حقه، هيروح البنك هيقول له العنبر بتاعك ده فين؟ طب المكان ده مرخص؟ يعني انت مش عامل عنبر على ارض زراعيه؟ والهدف من السؤال ده ايه؟ هيديله قرض، هيديله فلوس، وعايز يضمنها ان هي ترجع له، ان دي استثمارات. ايا بقى كانت الفايده 5% او اكتر، هو كده كده ده شغل، فالبنك عايز يضمن فلوسه. الارض دي مرخصه؟ يعني المشروع بتاعك ده مش على ارض زراعيه، مش هيجي يوم ندور عليك نلاقي المكان ده حصل له ازاله، كان هنا في عنبر رحنا ما لقيناهوش مش موجود، نبتدي بقى نخش في اجراءات تقاضي مع الراجل اللي خد القرض ده. فلازم يكون في شروط ان الراجل ده مكانه مقنن، وضعه سليم، مفيش مشاكل معاه، هيعرف يستقر وهيعرف ينتج. فدي جزئيه مهمه. فانا هبتدي ان شاء الله اتابع مع دكتور طارق سليمان رئيس قطاع تنميه الثروه الحيوانيه المشروعات الخاصه بتنميه الثروه الداجنه. ام محمد من اسيوط، اتفضلي يا ام محمد. السلام عليكم يا استاذ سامي. انت عماله بتكلميني على تليفوني الشخصي على الهواء صح؟ السلام عليكم. ارد ازاي يا ام محمد؟ ايوه يا فندم، ايوه انا معاك. ايوه اتفضلي اتفضلي. انا محمد من اسيوط، انا معايا 5 صبيان، وانا عايزه دلوقتي حته ارض من الاراضي اللي هم بيستصلحوهم دول، فانا مش عارفه اوصل لاي حد. ما انا ما بضحكش على حد صح؟ انا كلامي صريح مع كل الناس يا ام محمد، وعشان كده انا نفسي ومن عين انك انت تساعدني. ما انا نفسي برضو، وانا خلي بالك انا يعني بياناتك بلغتها لاكثر من جمعيه اهليه، عشان لما يكون في مشروعات ثروه حيوانيه او عجلات تسمين هتتوزع يبقى انت ليكي نصيب. لا لا انت فهمت غلط يا فندم، انا عايز اراضي استصلاح. ما هو اراضي، الاراضي دي حاجه تانية خالص، الارض دي بتقدم لها عن طريق كراسه شروط، مش ما ينفعش ان انا اتدخل. انا مستعده والله، انا معايا 5 صبيان، يعني معايا 5 رجاله عايزاهم. يا ام محمد دلوقتي اتفضل يا فندم اتفضل. بص يا ام محمد اتفضل يا فندم، انا لسه قايل لك انا ما بحبش اضحك على حد، انا بحب ابقى صريح. ايوه يا فندم. اراضي فضل. الدوله كلها حتى الاستصلاح دي بيتم الاعلان عنها، ولازم تروحي تاخدي كراسه شروط بتشتريها وتشوفي ينطبق عليك الشروط دي ولا لا، والمقدمه والاقساط قد ايه. ما هياش مجانا، عمرها ما فيش ارض في البلد مجانا، ما ينفعش. انا سعيده والله هيدفعلها. ما هو انا مش ماليش دور فيها دي، انا يا ام محمد انا والله ما دي ماليش دور فيها. انا كل اللي اقدر اقوله ان مثلا الريف المصري ينزل اعلان ان هيطرح ارض في منطقه معينه، فانا بلغ حضراتكم عشان تروحوا تقدموا. ده اللي انا اقدر اعمله، ان انا اعلن اعرف ان في مشروع في المنطقه الفلانيه روحوا قدموا، انما ان انا اقدم لك او ان انا اسعى ان انا اكلمهم مش هيحصل نهائي، يبقى انا بضحك عليكي. دي يا ام محمد عشان خاطر برضو كلمتيني يا استاذ احمد عبد الحميد واستاذ عزيز، يوم الاحد اللي جاي ان شاء الله نكلم رئيس مجلس اداره شركه ريف المصري على الهواء، ونعرف مشاريعهم ايه في هذه الفتره، وايه اللي هيتم طرحه خلال الايام القادمه عشان الناس كلها تقدم. بشكرك يا ام محمد. الله يبارك.
يعني ما بينتجرش بأماني حد، ولا أماني ولا طموحات حد ولا ألامه. أنت عاوز تقدم على أرض في كل مشروع لجهة ولاية، هم اللي مسؤولين عنه. والنهاردة شركة ريف المصري مسؤولة عن 1.5 مليون فدان مثلا، فأي طرح أراضي أو استفادة من أراضي هيبقى من خلال شركة الريف المصري. لا سامح عبد الهادي ولا غيره يقدر ان هو يجيب لك ارض، ارض بيتم الاعلان عنها لانها حق لكل المصريين. وفي ميزه جديده الدوله لاول مره بتطبق هذه السياسه، عصر جديد ومهم جدا للدوله المصريه، ان انا يبقى عندي فئات، فئات لصغار المزارعين، فئات للعمال، فئات للشباب، فئات للمستثمرين، كل حسب امكانياته، وبيتم التعامل حسب امكانياتك وحسب جدية المشروع. والدولة لازم بتضمن جدية المشروع كمان عشان الاستمرارية. كنا بنقول تسقيع الاراضي، فاكرين كلنا هذا المسمى تسقيع الاراضي، ده عصر انتهى. الارض عشان نشتغل فيها وعشان ننتج منها، وتعمير الصحراء ما هوش سهل ابدا، لا محتاج مجهود وعلم ومصابرة. حد يقدر يتحمل؟ محمد منين يا حاج محمد؟ الو السلام عليكم. الحاج محمد من هنا، سلام ورحمه الله وبركاته. معاك من ناجي حمادي يا باشا. احسن ناس. الله يخليك يا باشا، الله يخليك يا دكتور. اتفضل. بقول لك يا باشا، احنا عندنا هنا في ناجي حمادي البنك الزراعي بيجيب غلي، غلي تجاوي قمح. بيجيب تجاوي قمح. اه بس بنجيبوها والغله مش متخدر، الغله مضروبه. ما تشتريهاش. وبعدين ما ينفعش الكلام ده يحصل. يعني ايه غله عرفت منين ان هي مضروبه؟ والله احنا جبناه عندنا رشلاه مخدر رشه، والسنه الفاتت كان زي كده يعني، مثلا الواحد يرش له فدان زي كده. بتاع السنه اللي فاتت ما خدرتش. مخدرتش. وبتاع السنه دي ما خدرتش. والسنه دي برضه ما خدرتش. اللي هي جميزه 11. انت فين بالظبط؟ انا من ناجي حماده. طيب سبت رقم تليفونك؟ ماشي رقم تليفوني من الواقع ولا تغرق. اسمعني هقول لك على حاجه، الاعداد ما تقفلش. خدته منه رقم تليفوني يا احمد يا فاطمه؟ لا كنت خدته الاول يا فاطمه، بعد كده لو سمحت يا استاذه فاطمه. يا حاج. ايوه باشا. حضرتك انا هنكلم الدكتور رئيس الحمله القوميه للقمح الدكتور صلاح مكادي، هخليه يتواصل معاك وهيبعت لك متخصص بكره بالكتير ان شاء الله يشوف المشكله ايه بالظبط، سببها التقاوي ولا في مشكله في الارض او في الميه، ونعالجها ازاي. لان ما ينفعش. يا باشا عشان كذا واحد جاب منها اللي هي. يا حاج اسمعني، حتى لو التقاوي انا هطلع على الهواء اقول التقاوي. انت عندك الشكاره الفاضيه؟ الشكاره اللي انت ايه؟ ايوه عندنا الشكاره الفاضيه معايا. الشكاره الفاضيه خليها معاك، والدكتور هيجي لك وهنصورها وهاخد كل البيانات وهدخلك تاني على الهواء عشان اقول ايه المشكله وحلها ايه. تمام يا باشا. مش هسيبك، بس لازم نتاكد ان هو ايه السبب. ما ينفعش ان احنا نقول التقاوي بس، لان التقاوي عليها رقابه شديده جدا، وفي كميات بيتم مصادرتها، وفي ضوابط صارمه لمنظومه تداول التقاوي. فانت ممكن يكون مش يعني واحد في واحد عندنا هنا وما يرش اول ماسك الغله قلب بيلقي فاسوس من جوه. اديني فرصه انا هرد الاسبوع الجاي على الهواء، لازم نتاكد. خلاص ماشي يا باشا. عينيا الاثنين. ما تقفلش. ما تقفلش. ماشي معاك يا باشا. خدوا منه الرقم قبل ما نحدد الخطا فين، او نقول المشكله عندي في التقاوي. مش لازم ان انا يبقى في فحص وبقول له سيب لي الشكاره الفاضيه علشان نشوف مصدرها ايه ونتتبعها وجبتها منين، ولو هي السبب يبقى فين بقى حق الراجل ده. عنده مشكله في التربه، طب نعالجها ازاي؟ مصدر الري اكيد في اكتر من سبب، ولو المصدر اللي هو اشترى منه التقاوي هو اللي فيه المشكله هنطلع وهنقول، لان وزاره الزراعه يهمها جدا مصلحه الفلاح. هو ده اللي يهم المسؤولين النهارده، ان احنا نقف جنب الناس دي. لان الراجل ده لما يزرع ارضه قمح، ما هو انت قللت من استيرادك من الخارج. الراجل ده لما يزرع قمح انت كده وفرت رغيف العيش، طعام المصريين كلهم. فمن باب اولى، هو اولى ويستحق اكتر من ان انا استورد من الخارج واشتري من الغريب، اكتر من ان انا ادعم الفلاح الاجنبي. ملف من ضمن الملفات اللي اتكلمنا فيه النهارده هو ملف الدواجن، ملف مهم جدا. ومن ضمن الكلام اللي قاله المتصل ان احنا ما عندناش اي دعم. عايز اقول لك ان السنتين الاخرانيين دول تم حصر جميع عنابر الدواجن على مستوى الجمهورية، وتم اعداد بيانات كاملة ودقيقة عن كل عنبر وعن الطاقات الاستيعابية لكل عنبر. وفي ناس خدت
تراخيص مؤقته، تراخيص تشغيل مؤقته، وتواصلت مع الهيئه العامه للخدمات البيطريه علشان يتعرفوا على اجراءات الامان الحيوي ويتم تنفيذها وتطبيقها، انفذها عندي علشان اقلل من النفق وابقى انا كده شغال سليم. فيعني لو احنا بنتكلم على تطوير الصناعه لازم نبص احنا بنشتغل ازاي. لو احنا بنتكلم على تطوير الصناعه لازم نبص احنا بنشتغل ازاي. وقانون 70 مهم جدا، قانون 70 مهم جدا جدا لينا، هو ده البدايه الحقيقيه وتنفيذه علشان يبقى عندنا نهضه حقيقيه بصناعه الدواجن. معانا مين يا ابراهيم؟ طيب فلو احنا هنشتغل صح يبقى لازم نبص القانون 70 من ناحيه الوطنيه والولاء للبلد. ان انا النهارده بطبق امان حيوي وداخل العنابر بامان حيوي وداخل الشارع المصري، بيوصل منتج بسعر مناسب للمستهلك، بيبقى عندي فائض انتاجي اقدر اخزنه عشان ما استوردش من الخارج. تسويق معتدل. شكرا والى اللقاء.